السلام عليكم. انا الاخوان عبد الواحد جقران من منطقه الملاليين اقليم تطوان، كانت واجدوا بالجماعه والقيادات الملاليين، وعندنا مشكل. نحن الوراثة حموي جقران كاخوان، حنا واحد المجموعه بين الوراثه، يعني كاين الخوه سعيد، كاين مصطفى، كاين حسن، كاين مينا، كاين رشيده، كاين فاطمه، الى غير ذلك. راه كاين بزاف ما نقدروش نذكروا الاسماء كلها. كانت واجدوا بهذه المنطقه اللي كيدعوا عليها شي ناس، كيقولوا هما عندهم هنايا 5 هكتار، ودعوا معنا في واحد الوقت ورثه ارقز. حنا ما كنعرفوهمش بالضبط، لان حنا هذا الشيء طرام علينا وصافي. وكاين مشكل كبير، لان دعينا معاهم وما جاو دعوا معنا، ماشي حنا ما كنعرفوهمش، هما اللي تراموا دعوا معنا في 84 وغلمناهم، عندنا عليهم 5 الاحكام وتحكمت في المجلس الاعلى في الرباط. واليوم عاود الصالح ديالنا كلهم في الصالح، وعندنا كل شيء، الوثائق عندنا، كدل على هذا الشيء ونجيبوهم ونثبتوهم. وملي قالوا زيد مشى كل واحد في حاله، حكمنا عليهم، دا كل واحد مشى في حاله. وفي 2017 عاودوا معنا دعوه من جديد، وكيدعوا بان عندهم 5 الهكتار، لا اقل ولا اكثر. الشيء اللي عندنا في الوثائق ديالهم، حنا عندنا 18، يعني في الوثيقه ديالنا عندنا 18. واليوم ما بقاتش عندهم هما غير 5 الهكتار، يعني جاو كيدعوا، دعوا على 5 وربحوها، يعني بواحد القاضي حكم لهم، حنا ما كنعرفوش، ولكن يعني كنسمعوا الحاضري، حكم 2 الاحكام، حكم في الصالح ديالنا في الابتدائي، وفي استئناف حكم في الصالح ديالهم نفس الملف. واش كاين شي قاضي كيحكم 2 ملف واحد في 2 فيه 2 الاحكام؟ يعني هذا شيء غريب، حنا بيدنا استغربنا. ملي كنسقسي ونبحثوا في هذا الاجراءات، كنجبروا القاضي عامل يعني واحد الشيء ما يتصورش. وجاو حكموا، واخا عندهم 5 الهكتار حكموا عليها. واليوم مشاو عملوا الخبره، خرجت الخبره، عملوها كيقولوا عندهم 18، زادوا 18 مورا الخبره، زادوا 36 هكتار. وديك الشيء واش معاهم الارض الدوله؟ ها هي نصف الغابه، اكثر من نصف الغابه، يعني 18 و الارض الغابه وراها مغروسه، هذه الغرس اللي تغرست في 68، وعطوها العافيه، هذه 4 سنين، شكون عطاها العافيه من غير هذه العصابه هذه اللي تابعه مورا هذا الملف؟ ماشي يعني داو الغابه، يعني ايوا شكون راه عصابه مورا هذا الشيء؟ لأن السيد اللي كيدعى معنا كيقول عنده 5 اللومه ولات 36، كيفاش عمل لها هذه؟ واش الأرض كتجبد كتعصر؟ واش المحكمة عصرتها وعطاتها لهم؟ كيفاش عملوا؟ لا يعقل. حنا يعني شوف، حنا بالذات ديالنا وبالأرواح ديالنا، الأب ديالنا عنده هنايا 93، يعني خلق في هذه الأرض، ماشي خلق فيها ولكن جليلة في الاستعمار ولا عمر، حنا خلقنا، الأخ ديالي الكبير عنده 70 سنة، يعني 75 وزايد. الوالده عندها 80 سنه، هي هنايا دابا كتمشي بالعكاز، وهي هنا في هذه الارض، كيفاش عمل؟ دابا الدوسي في وسط؟ الدوسي في المحكمه، كيقولوا بان ماشي ينفذوا، كيقولوا غيخرجوا ينفذوا، ولكن كيفاش غادي يخرجوا ينفذوا؟ هذا القاضي اللي نفذ هذا الشيء وحكموا، في غيمشيو هاد الناس؟ شحال الناس؟ لا يعقل، ازيد من 30، يعني ساكنين؟ اللي ساكنين هنايا دابا فيها هما 1 2 3 4 5 ديار، ها هما كاملين ساكنين. والناس اخرين اللي كاينين مساكنهم كيخدموا برا ويجيو، لا يعقل. في ارض ديالنا عبال عن جد بالملكيه ديالها وبالاحكام، بالاحكام ديالها، بالملكيه ديالها، ماشي واش حنا كنلعبوا؟ دابا شنو المطالب ديالكم؟ حنا المطالب ديالنا الدوله تشوفنا في هذا الشيء، سيدنا نصره الله كاين وهو يحكم فوق الحاكم. حنا ماشي حكم، ماشي ملكناها 10 سنوات، حنا فيها اللي يجي عنده سقسي هنا في هذه المنطقه يقول لك الناس هنا خلقوا، ما كنعرفوا غير الناس. وشكون هذا اللي جان هنا سطن فيها اللي كيقول ديالو؟ حنا عمرنا ما عرفناه ولا شفناه، انا ما نعرف لا اصل ديالهم ولا اسم ديالهم. من مورا هذا الشيء كاينه عصابه اجراميه كبيره، وكيقولوا من سبته، وكيقولوا يعني من اصحاب العقار، يعني تابعين العقار الاملاك، يعني تراموا على ماشي على الملك ديالنا، تراموا على الغير بزاف، ماشي غير ديالنا حنا بوحدنا، يعني ولا في تطوان عندهم هذا الشيء بيع وشراء في الاراضي في العقار، يعني والحدود الشاون اللي كيهزوا غاديك الماليطه كاع ما عندهم هما البيرو، هادهم هما اللي كيعملوا هذه الجرائم الكبيره، كيكتب له كيصحح له المساحه، كيعمل له كل شيء، لان كل شيء عندنا حنا وفي التسجيل، كل شيء في الوثائق، كل شيء ظهر، لا بالاسومات داك الحلول ولا بداك الشيء، ولات عصابه اجراميه كبيره، يعني تابعين وراء هذه الملفات وتابعين هذا الشيء، وكيعملوا لك بحال الا شي واحد الا بوحبيه الكارس يعني. وحنا غادي نبقاو ان شاء الله
كندافعوا على راسنا الى حتى نوصلوا لاعلى ما في المجلس في المغرب. يعني واخا نوصلوا عند سيدنا واخا نوصلوا لما وصلنا، وهذا الشيء اللي راه الانسان كيموت على ولاده وبلاده. الا كان شي واحد كيظلم غادي يظهر، والا ظلمنا حنا غنظهروا.